للحديث عن هذا الموضوع معنا من اسطنبول احمد رمضان، عضو وفد المعارضه السوريه لجنيف وعضو الائتلاف الوطني السوري. سيد احمد، اهلا وسهلا بك الى هذه النشره. تعليق سريع على تصريحات بوغدانوف، خاصه فيما يتعلق بربط الانسحاب الايراني من سوريا بتسويه الملفات الاقليميه والخلافات بين ايران ودول المنطقه. يعني حقيقة هذه جزء من الرسائل المتناقضة التي تأتي من موسكو على لسان مسؤولين عدة، شاهدناها ونحن كنا في جنيف، تصريحات متناقضة بين نائب وزير الخارجية، بين المتحدثة باسم الوزارة، ثم يأتي السفير أيضا الروسي في جنيف ليدلي بتصريحات تتناقض كليا مع ما تحدث به نائب وزير الخارجية. الآن هناك رسالة جديدة من السيد بوغدانوف، هي ربط تسوية الوضع في سوريا بالتسويات الإقليمية، وهذه رسالة خطيرة للغاية. أولا لأنها تعطي لإيران مبرر التواجد العسكري بهذا الشكل الاحتلالي في عموم الأراضي السورية، وهو أمر غير مبرر لا سياسيا ولا قانونيا، وإيران تتصرف كقوة احتلال مسنودة الآن بالدور الروسي. والنقطة الأخرى، هناك أيضا نوع من الابتعاد عن الالتزامات التي أعطتها روسيا فيما يتعلق بالتهدئة، فيما يتعلق بتسوية الملفات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وأيضا الملف السياسي. أعتقد أنه ينبغي على موسكو أن تكون واضحة للغاية في رسائلها ودقيقة أيضا، وتفسير أيضا التناقض في التصريحات لا يخدم السياسة الروسية في المنطقة. طب هذا فيما يتعلق بالشأن السياسي، هناك أيضا شأن ميداني لا يبتعد كثيرا عن التطورات السياسية في سوريا. هناك مواجهات في منبج بين قوات درع الفرات المدعومة من الولايات المتحدة، وعملية قوات ثورة ديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ودرع الفرات المدعومة من أنقرة، هذا الكلام في منبج. وأيضا مواجهات محتملة في مدينة الباب التي استطاعت المعارضة السورية تحريرها واستعادتها من تنظيم داعش مؤخرا، منطقتين متجاورتين واشتباكات متوقعة ربما حتى بين الحلفاء. يعني قتال حقيقة الجيش الحر في تلك المنطقة هو قتال مشروع، أولا ضد الإرهاب، ثانيا هو ضد النظام أيضا، ولكن الميليشيات الأخرى التي تحدث عنها وهي تابعة لتنظيم إرهابي غير سوري، هذه الميليشيات حليفة للنظام أكثر من أي طرف آخر، وللأسف يعني أن يكون لديها دعم يقدم من قبل الولايات المتحدة، هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة. الصورة باتت واضحة للغاية. ولكن سيد أحمد، هل تواصلتم مع واشنطن وقلتم لها بأنكم تدعمون تنظيم إرهابي اسمه قوات سوريا الديمقراطية؟ هل قلتوا للأمريكان ذلك صراحة؟ بكل تأكيد في أكثر من لقاء هناك رسالة واضحة وصلت إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه الواجهات. نحن لا نستخدم اسم تعبير قوات سوريا الديمقراطية، هذا اسم لميليشيا حقيقة تنتحل عدة صفات لكنها في النهاية تصب في خانة تنظيم إرهابي خارج سوريا وليس له علاقة بأجندة الثورة السورية، وهو جزء من الإرهاب العابر للحدود. وسبق أن أشرنا لأكثر مرة لمسؤولين أمريكيين أنه في عام 2012 قاطع مسؤولون أمريكيون عددا من السياسيين الكرد بسبب اتصالهم بحزب البي واي دي، وبسبب الاتصال بهذا الحزب والتعامل معه، ولأنه ذو خلفية إرهابية تم قطع الاتصال معهم. المفاجأة أن يكون هناك تواصل بين هؤلاء وهذا التنظيم الذي كان موصوفا بالإرهاب، وشاهدناه في الآونة الأخيرة يسلم المناطق للنظام السوري، يرفع علم النظام في مناطق سيطرته، يقاتل دفاعا عن النظام، يقدم له الأسلحة والعتاد بالتعاون أيضا مع روسيا، وبالتالي التعاون الأمريكي معه ليس مفهوما. سيد أحمد رمضان، عضو وفد المعارضة السورية إلى جنيف وعضو الائتلاف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك.